في لايف للكابتن خالد الغندور بيتكلم فيه عن بطولة السوبر المصري. نسمع اللايف ونرجع نعقب. دلوقتي الزمالك بإذن الله من وجهة نظري قادر بلعيبة جامدة جدا زي فرجاني وزي طارق حامد وزي محمد أناجم وزي جنش اللي راجع وزي عبد الله جمعة وعبد الشافي ومحمود علاء ولعيبة طبعا لعيبة الأهلي لعيبة كويسة جدا وتمام وكل حاجة، لكن اديني حكم 10/10، ملعب 10/10 ونشوف مباراة السوبر. واعتقد اخر السوبر الزمالك فاز بيه. كابتن خالد اخر سوبر الاهلي فاز بيه 3-2، لكن انت بتتكلم عن اديني ملعب 10/10 وحكام اجانب 10/10. حابب اوضح لحضرتك ان اخر 11 سنه في المواجهات بين الاهلي والزمالك في الدوري الزمالك فاز مباراه وحيده فقط لا غير، كان حكمها الكابتن محمد الحنفي. هل ده كان حكم اجنبي ولا حكم مصري؟ احنا بس بناكد المعلومه للمره ال 14 تقريبا، ان المباراه اللي فزتها في الدوري بتحكيم مصري، جميع المواجهات بتحكيم اجنبي في الدوري في خلال 11 سنه النادي الاهلي اللي بيفوز، جميع المواجهات الافريقيه باستثناء باتريس ماتابيلا اللي تم مقاضاته في 2004 النادي الاهلي اما بيفوز او اما انك بتحقق تعادل معاه. فعلى اي اساس بتستند لفكره التحكيم الاجنبي؟ الاهم من كل ده ان لولا التحكيم الاجنبي اللي حضرتك استعنت بيه كنادي الزمالك الموسم السابق في 9 مباريات كان وارد جدا الاهلي ما يقدرش يتصدر مسابقه الدوري العام، لان ال9 مباريات ب 27 نقطه نادي الزمالك خسر منهم 14 نقطه، ما قدرش يحقق فوز في 9 مباريات غير في 3 مباريات فقط لا غير، 4 تعادل خسران 8 نقاط و2 هزيمه خسران 6 نقاط، 14 نقطه من اصل 27 نقطه يا كابتن خالد. وبتتكلم عن تحكيم، انا ممكن اكون فهمت كده الفيديو غلط، والمشكله مش في التحكيم، المشكله في ارضيه الملعب. لا ده فيديو بقى اعتقد ان هو وثيقه تاريخيه لفكره اللا منطق في الحديث. كابتن خالد بيقول احنا كسبنا اخر سوبر زي ما انت وضحت يا احمد، ان اخر سوبر النادي الاهلي فاز بيه 3-2 وكان بدايه فايلر اللي اثرت كتير جدا على نادي الزمالك بعدها، ممكن عشان كده التبعات بتاعتها انا في رايي كانت دي هي الهزه للزمالك. بس في حاجه كمان، او ممكن بس حاجه، انت فاكر بس وقتها لما قال لك ايه؟ لو الوقت زاد ربع ساعه كنت اقول لك دي. طيب ربما هو حسبها والله احنا ما اتكلمناش فيها، والله انا قلت لك دي يمكن يعني خد كلام كابتن طارق يحيى، ربع ساعه بالظبط احنا في 30 دقيقه جبنا جولين فاحنا كسبانين، اتعادل وكسب وارد يعني. بس الاغرب بقى ان هو قال لو توفرت العداله التحكيميه النادي الزمالك هيفوز. طيب نروح لسوبر 2016-2017 اللي هو اخر سوبر اتلعب في الامارات، اللي ممكن كان يقصد بيه اخر سوبر بالاهلي والزمالك، اللي ممكن كان يقصد بيه كابتن خالد فكره ان لو توفرت العداله التحكيميه في السوبر اللي بيتلعب في الامارات وكان مصر غير الامارات كان نادي الزمالك حقق الفوز. نشوف المباراه اللي انتهت بالتعادل وحسمها نادي الزمالك بركلات الترجيح، حسمها نادي الزمالك بركلات الترجيح. النادي الاهلي كان له لعبه اعترف بيها الحكم نفسه الحكم التشيكي ان كانت ضربه جزاء لصالح نادي الاهلي، حتى اخر سوبر حضرتك فزته في الامارات على النادي الاهلي ما كانش مستحق لنادي الزمالك يا كابتن خالد باعتراف الحكم. اي منطق تتحدث بيه حضرتك محتاج تراجع او تنشط ذاكرتك عشان لا تخطئ مثل هذه الاخطاء. نشوف راي الحكم نفسه وهو بيتحدث عن لعبه عبد الله السعيد. I saw in this in on the match was he played the first play the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't enough. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. يعني اعتقد اللاعب نفسه الحكم نفسه بيتحدث عن اللاعب بشكل واضح في ضربه جزاء مستحقه. نفس الشخص اللي اكيد عارف الواقعه دي او بيتناساها بيتحدث ان النادي الاهلي فاز باخر سوبر، لو وفرت له الظروف التحكيميه كان هيحقق نتيجه مختلفه، واعتقد ده غير حقيقي.
لان كان فوز مستحق 3-2، ولكن مش دي الفكره بس. لا معانا مغالطات كمان عشان نقفل الفكره دي، ربما يكون هو ده قصده بالحكم العشرة على عشرة اللي يحسب خطا تحكيمي او يتوقع خطا تحكيمي. اه ده التحكيم العادل من وجهه نظر كابتن خالد غندور، دي كانت نقطه تحكيم. لكن نقطه تانية دايما بنتكلم فيها هي فكره احنا اول نادي عملنا كذا، وكان الفكره دي هي الفكره، انا اول واحد طلعت من الامتحان، فمش بالضروره تكون انت اشطر واحد في الفصل. لكن خلينا برضو نشوف الكابتن خالد غندور شايف ان هو اول نادي وصل لايه. طيب عايز اتكلم بس على فكره، البعض دايما بيحاول يقلل من نادي الزمالك. نادي الزمالك هو اول فريق مصري ومن اوائل الفرق الافريقيه اللي وصلت كاس العالم للانديه، وصلت كاس العالم للانديه، وانا كنت في ذاك الوقت كابتن الفريق، وهشوفه دلوقتي على الشاشه الجدول بتاع القرعه اللي اتعملت وجدول كاس العالم للانديه اللي كان مشارك فيه نادي الزمالك. اذا اول فريق مصري ومن اول الفرق الافريقيه اللي وصلت كاس العالم للانديه هو نادي الزمالك. طيب في فرق بين الفريق اللي وصل والفريق اللي لعب. فكره ان انت تلعب ليس له علاقه بان انت توصل. انا وصلت كاس عالم للانديه، الشركه اليابانيه فلست وتم الغاء في ذاك الوقت بطوله كاس عالم للانديه، لكن انا كفريق وصلت الحمد لله. قبل البطوله ما تبتدي بتقول لي يا عم زمالك انت لو كسبت البطوله ديت هتوصل كاس عالم للانديه. انا يا باشا كسبت كاس العالم، وصلت كسبت البطوله ديت ووصلت كاس عالم للانديه، مش مشكلتي بقى ان انا يعني ما لعبتش او لعبت، لان في النهايه ليس لي علاقه، انا عملت اللي عليا، خدت البطوله ووصلت كاس عالم للانديه. النادي الاسماعيلي هو اول نادي مصري حقق بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكنها ظلت البطوله الوحيده. فلو الانجاز بفكره مين اول، كابتن طارق يحيى قال قبل كده احنا اول فريق وصل سنه 87 لكاس العالم للانديه. هي الفكره مش مين اول، لكن انا عاجبني جدا يا كابتن خالد ان انت بتتكلم عن سنه 2000. سنه 2000 تحديدا الزمالك كان بطل ابطال الكؤوس، وبتتكلم عن صعود لكاس العالم للانديه، فده بيعكس نظره المنظمين للبطولات وقتها عن مساواة دوري أبطال أفريقيا بأبطال الكؤوس الأفريقية. ورطت نفسك معانا في لقب نادي القرن اللي حضرتك بتتكلم فيه 20 سنة ولسه مكملين. ما قالش إزاي بطل أبطال الكؤوس يشارك زيه زي بطل أبطال الدوري في كأس العالم للأندية. وعلى فكرة لو شفنا اللائحة الجديدة الخاصة بالفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها اللي هيكون حديث، بطل الكونفدرالية لا يشارك في كأس العالم للأندية. ده بيوحي الفرق بين النظرة التسويقية زي ما أحمد قال. ولكن عايز أروح لحاجة تانية، أنا مختلف مع فكرة أن نادي الزمالك هو أول فريق مصري وصل. لا، لو بصينا وبنشوف التعريف ببطولة كأس العالم للأندية هنلاقي أن هنا الكلام واضح. كأس العالم للأندية اتلعبت سنة 2000، كان في بطولة أقيمت وشارك فيها فرق إفريقية وهو فريق إفريقي وعربي، واتلعبت البطولة فريق الرجاء، اتلعبت البطولة سنة 2000. بعد كده توقفت البطولة زي ما مكتوب بالظبط أن البطولة لم تعقد في الفترة ما بين 2001 ل 2004. إذن نحن نتحدث عن بطولة لم تتم إقامتها. يبقى يا كابتن خالد في فرق كبير جدا في اللغة ما بين أنا وصلت. وصلت دي يعني بطولة أقيمت، مش حد قالك في لفظ اسمه مزمع إقامتها، يعني إحنا ننتوي التنظيم لبطولة هتقام. في النهاية البطولة لم يتم إقامتها، يبقى حضرتك فعليا ما وصلتش للبطولة. أول فريق مصري وصل لدوري لبطولة كأس العالم للأندية عن دوري أبطال أفريقيا كان نادي الأهلي في 2005. يبقى حضرتك ما وصلتش كاس العالم للانديه بشكل فعلي، حضرتك رشحت لبطوله مزمع اقامتها ولم تتم اقامتها، يبقى حضرتك ما وصلتهاش، لان هي والعدم سواء. حتى لو في جدول حضرتك جبته دي بطوله لم تتم اقامتها، في فرق كبير جدا، ما حدش بيوصل لشيء وهمي. النقطه الاهم كمان ان حضرتك حتى بتتحدث عن شركه يابانيه، وكالعاده كلام مرسل، لان الراعي في الوقت ده للفيفا اللي حصلت عنده ازمه ماليه ما كانتش شركه يابانيه. فحضرتك دايما ده بيوحي انك لا تتحرض دقه ابدا في كلامك كالعاده. ده موضوع كاس العالم للانديه، واللي اعتقد كابتن خالد غندور ورط نفسه فيه في قضيه نادي القرن. عندنا موضوع تاني برضو للكابتن خالد غندور، وهو بيتحدث عن فكره مواجهه
فرق افريقيا وتحديدا النجم. تعالوا نشوف كان رايه ايه، دايما كان في تناقض ولا لا بين مواجهه الاهلي ومواجهه الزمالك للفرق شمال افريقيا. الاقرب ان الزمالك هيقابل فرقه من تونس، الزمالك هيقابل فرقه من تونس، وان الاهلي الاقرب انه يقابل فرقه من القاره السمراء، قد يكون سان داونز وهي مباراه انتقاميه، او يكون مازيمبي وهي مباراه صعبه جدا خصوصا على ارض مازيمبي. اما الزمالك فتوقعاتي بتقول لا الترجي لا النجم، والفرقتين ايضا فرقتين تقال جدا من وجهه نظري. من وجهه نظرك الفرقتين تقال جدا، ده من وجهه نظرك؟ ده من وجهه نظر كابتن خالد الغندور اللي هو بشحمه ولحمه كان بيقول انه فريق تقيل جدا، وسبحان مغير الاحوال نشوف راي كابتن خالد الغندور قبلها في فريق النجم كان ايه. نطلع للفيديو ونرجع لعقد. المدرب ما عندوش اي سي في افريقيا، واحد حتى الان ناجح مع النادي الاهلي، اما تعرض لاختبار حقيقي مع امام فريق ضعيف من وجهه نظري، فريق النجم الساحلي هذا الموسم فريق ضعيف، يعني فريق ضعيف عادي، اما اخطا بطرد ايمن اشرف رغم ان هو يتحمل ايمن اشرف، كان لابد من انذار لان الكره ما فيهاش استحواذ كامل، لكن في نفس الوقت مش عايز اقول يعني ان الحكم هو اللي كان مكسر الدنيا زي ما اتكلمت على الزمالك. في يوم من الايام الزمالك اطرد منه علي جبر، اطرد منه علي جبر بعد 5 دقائق، ولكن كان الماتش على ارضنا. في فكره اسمها امتلاك الشخص لاجنده، الشخص ده عنده اجنده فكريه بيوجه ليها. واضح جدا اللحظة اللي نادي الزمالك معرض يقابل فيها فريق النجم، هو مش عايز فيما بعد يتقال ان ده اسهل فريق في الاوائل هيقابله نادي الزمالك، فبيمهد ان ده حدث ففريق النجم فريق تقيل وفريق قوي. اللحظة اللي قبلها كان فايلر بداية تعثر ليه. هنا اللحظة اللي ممكن ادخل الشك في فايلر ليها، رغم انها من اقوى المباريات للنادي الاهلي مع فايلر في وجهة نظري مباراة النجم في تونس. أبدأ أقول إن فريق النجم فريق عادي، فريق ضعيف، نفس الشخص. هذا الحديث هو حديث شخص لا يتحلى أبداً بالمصداقية، هو يتحلى بتوجيه وجهات النظر وفقاً للأجندة الفكرية اللي عايز يوصلها، وده بينفي عنه أي شيء يتعلق بأمانة العرض. وصدقوني دي مش مغالطات بتسقط سهواً منه، الفريق التقيل جداً مش هو الفريق الضعيف، وده مستحيل المصطلح ده توصف بيه فريق وترجع توصفه، ولكن كل حاجه حسب الاهواء يا احمد. هي انحياز تاكيدي معنى علمي بحت، هي فكره انت بتشوف كل شيء نسبه لمعطياتك والصوره الذهنيه وتاريخك، وبتبحث في المكان اللي هيريح المعطيات دي. لكن هو اتكلم عن مواجهه انتقاميه لسان داونز، واحنا حذرنا مش عايزين نلتفت للكلام ده، احنا هنلعب مباراه كره قدم.